السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أخوكم وليد. في المرة السابقة تحدثنا عن كيفية تغيير بعض خصائص ترفيه CMD. سنستكمل اليوم إن شاء الله ما تبقى لنا من هذه الخصائص. ننشئ بسرعة نوفو راكوسي كوم سبيك سويفون وايت تيرميني. نشوف بسرعة الأوبسيون بتاعنا اللي هي ديسبوزيسيون، اللي هي أكثر أوبسيون ما تحكينا ما حكيناش عليها. نشوف هنا فما عدة بارامتر نجم نغيرهم، منهم بوزيسيوني بار لو سيستيم اللي هي بوزيسيون دو لا فينيتر. بوزيسيون دو لا فينيتر عندما نفتح سي ان دي سيستيم، نترك السيستيم هو يبحث، هو يضع الموقع النافذة أينما شاء. هذه معناها الاوبشن نجم نغيروه، نجم نضع نحن المكان النافذة اينما نشاء نحن، ليس اينما يشاء السيستم. في الجوش اللي هي جوش معناها جوش دروات اي يمين يسار، او يعني او فوق وتحت. نشوف هنا، نشوف هنا النافذة كيف تتحرك. نغير الأو با فوق تحت، نحطها في الوسط. أبليكي أوكي. شوفوا النافذة نتاعنا وين جات، وين نفتحوا سي إم دي جينا النافذة نتاعنا هنا. طبعا المستحب ومن الأفضل أن نترك السيستم يضع النافذة في المكان الأفضل له، لأنه بكل بساطة هو الأعلم، أعلم منا. ديسبوزيسيون كذلك انا تاي دو لا ميمور تامبون تاي دو لا فينيتر نتعديو لارجور. طب لارجور هي الطول، الطول هنا 80 وهنا 80. كي نفتحو النافذة نتاع سين دي تاي دو لا فينيتر هي طول النافذة، وتاي دو لا ميمور تامبون هي طول الأحرف. أنا الأحرف النجم نحطهم في النافذة هذه، يعني 88. ماذا يعني هذا؟ كي نكتبوا أ مجموعة حروف أ يخرج الأ لهنا، نشوفه يرجع للسطر مباشرة، لأنه هنا حطينا 80 وهنا 80. طبعا كي نغيروا هنا نحطوا 100 مثلا، أبليكي أوكي. نشوفوا أول حاجة هنا فما سكرول بار يدور من تحت، كي نحطوا توا أ طبعا النافذة أصغر حجم من ميمار تامبون. إذا نشوفه معناها تمشي 20 حرف أكثر من ثم تعود للسطر. هنا من المستحب ومن الأفضل دائما أن تكون لارجور 80، لارجور لا ميمار تامبون ولارجور دو لا فينيتر يكونوا متساويين. على العكس تماما الأوتور اللي هي الأوتور من ميمار تامبون والأوتور متاع النافذة لابد أن يكون من الوتور متاع الممر تمبون أكبر بكثير من النافذة. لماذا؟ نحطوا 25 مثلا ممر تمبون و 25 عرض النافذة. أبليكي نشوفوا أول شيء أنا مفهمش سكرول بار كما نشوف، نكتبوا دير ما نجموش كما نشوف، ما نجموش لا نقدر أن نصعد إلى فوق، وليس ولا توجد هناك سكرول بار هنا باش نصعدو ونهبطو كما نشاء. ولذلك من المستحسن والمستحب أن تكون الأوتور دائما كبيرة. حطوا حتى 3000 حتى مشكل. بوزيشن دير عنا هنا سكرول بار نطلع وننزل كما نشاء. طبعا تحدثنا في هاتين الحلقتين عن كيفية تغيير خصائص الراكورسي أو شورت كوت أو تغيير خصائص سي إن دي ككل. ثم الطريقة الثالثة واللي هي معناها في نظري هي الأفضل. لماذا هي الأفضل؟ لأنه بكل بساطة عندما نفتح ريجيديت توليزي نلاحظ هنا أنه عندما قمنا بإنشاء الشورت كوت أو بتغيير النافذة سي ام دي تكتب مباشرة في قاعدة بيانات الريجستري. نشوفوا سي ام دي هنا
هذا أمر معنا أحيانا يكون غير معنا غير مستحب. لنتفادى هذا الأمر نجم نقوم بشيء معناها بسيط، ونغير معناها نقوم بإنشاء معناها شبه ترفية، كما نقول نحن شبه ترفية من خلال ملف باتش، ولا يكتب شيئا في الريجستري. مثلا نكتب ماي سيندي، مثلا ماي سيندي. كل ما علينا أن نفعله هو كتابة echo off. هنا سنتحدث عن كل هذه الأوامر في حلقتنا المقبلة إن شاء الله، ونكتب comspec comspec كما نعلم هي متغير يحوي طريق وعنوان ملف التنفيذي للترفيه اللي هو سينتي واكزي فقط. ريجستري سينتي، نشوف هنا جاتنا ترفيه، نجم نحمله الترفيه، نجم نحمله اينما نريد، نحطه في كلي اس بي، نستعمله في اي معنى، نستعمله في اينما نشاء، مش كما الركورسي متعلق، لان الركورسي هو الشورت كوت متعلق، هو متعلق bcmd.exe مباشرة، وهو متعلق كذلك مباشرة بالريجستري. أما هنا ما نش متعلقين بالريجستري. طبعا نجم نغيره بعض الاتريبيوت، مثلا نغيره تايتل أو العنوان اليوزر، هنا تايتل نجم نغيره، مثلا ندخل متغير آخر اليوزرنيم، مثلا يوزرنيم المستخدم الحالي، في شيء أونريجستري مثلا نشوف هنا وليد، نجم كذلك نغير مثلا، ندخل دي معنا متغيرات مثلا ست سي هيلو هيلو وورد، set say hello world echo say hello hello world. نجم كذلك نغيره في البرومت، برومت اللي هو هذا اللي هو هذا، نجم نغيره فيه برومت، مثلا نحطه هنا t اللي هو time، s اللي هو space، g اللي هو كما اتفقنا هو العلامة هذه، و space. شوفوا طبعا كيفاش تغير، ادخل التايم، والتايم هنا معناها نجم كي ننزلوا انتري تشوفوا الوقت كيفاش يتغير، انتري من جديد. طيب نجم كذلك ندخلوا بعض الالياس، مثلا الياس دوسكي دوسكي، ندخلوا اليس وندير مثلا، أو مثلا ندخل مثلا ننشئ مثلا الياس ويب لمن معناها الذين معناها هم مدمنون مبين قوسين على الويب، ستارت مثلا www.google.com، سننشئ الياس مكنا من دخول لأي موقع لأي للإنترنت، وندخل من خلالها، فهمتني، ندخل من خلال هذا الأمر علامة بحث، مثلا ناخذ اليورال هذه، ستارت كنترول زد، لا طبعا هنا ماذا فعلنا نحن؟ عملنا انشأنا الياس ويب اسمه ويب تحوي هذه هذا الامر، هو ستارت تا
تنفيذ هذا الأمر. سيفتح المتصفح في جوجل كوم وسيبحث سيرش عن الكلمة التي سندخلها كوم بارامتر كبارامتر. مش نفهم وذية، نفتح cmd نكتبه ويب، ندخل مثلا فيسبوك، كما تلاحظون فهمتني دخلنا على موقع دخلنا المتصفح مباشرة اوتوماتيكيا. اكتب كلمة فيسبوك وابحث عليها مثلا ويب بيتزا مثلا، سيدخل المتصفح الى جوجل وسيبحث من خلال جوجل على بيتزا، كلمة بيتزا. طبعا الالياس هي معنى الامر دوسكي، والالياس هو امر رائع نجم نضعه كذلك، نجم نحط عشرات من الالياس، عشرات الالياس، ونجم نحطهم في ملف خارجي، نحطهم كلهم في ملف خارجي من خلال دوسكي. نكتب هنا ماكرو فايل ونكتب هنا الطريق الفايل الماكرو نتاعنا يعني مثلا سي، مثلا كما نحبو سي، مثلا يوزرز كما نحبو نحن، اما نحن بس نضعها في نفس المجلد نفس الدايركتوري الموجود فيه الملف ماي سي ام دي، لسنا بحاجة نضع على كامل المسار. نكتب مثلا ماك 1 تي اكس دي، ماك 1 تي اكس دي، ننشئ هنا ماك سي دي ديسكتوب في ماك 1 تي اكس دي. طبعا هنا ننشئ ls insert ls، ومثلا يساوي مثلا دير، ننشئ كذلك web web مثلا start https مثلا www.google. مش أن الملف ماكرو، نفتح الآن ماي سي ام دي، ننصب اليس ويب سي ام دي بوان سي ام دي بوان اكزي مثلا، سي ام دي بوان اكزي say hello set say hello. طبعا هذه طريقة معناها سهلة لإنشاء شبه أو شبه طرفية. نجم نغيره كذلك في النافذة تي مثلا 0 او معناها أسود وأصفر لخلفية النافذة، نشوف هنا خلفية سوداء مع حروف صفراء هكذا. إن شاء الله أكملنا هذه الحلقة، في الحلقات في الحلقة القادمة إن شاء الله، وفي الحلقات القادمة سوف نتحدث عن كيفية التعامل مع نافذة الأوامر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.